صاحب مين وازاي اختار اصحابي انا كطفل صغير. ده موضوع غايه في الاهميه لاي شخص سواء كان كبير او صغير. ولوحتنا رقم 110 اصدقاء الكبار، من خلالها بنوصل للطفل ازاي يختار اصحابه. تعالوا نتعرف عليها بس بعد الفاصل. انطلق باطفالك نحو مستقبل افضل مع مناهج الطفل العبقري. خير البناء بناء الابناء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم سنهله خالد ومزيله محسن. ولحقنا النهارده برعايه مناهج الطفل العبقري واللي فيها الكتكوت الامور ده حب يختار صحاب ليه، ولكن للاسف في الاول ما كانش موفق. ايه اللي حصل له؟ هو ده اللي بنستعرضه من خلال قصتنا رقم 110 بعنوان اصدقاء الكبار. والدروس المستفاده من قصتنا دي، اول حاجه ان انا احسن اختيار الاصدقاء المناسبين ليا، وتاني حاجه طاعه الاكبر منا سنا وعدم الخروج عن محيط الاسره، ثالث حاجه وهي الحرص في التعامل مع الاشخاص اللي احنا ما نعرفهمش، رابع حاجه طلب المساعده في حاله الخطر من الاشخاص الجديرين بيهم بالثقه، خامس حاجه وهي ان انا اقول اسف، يعني انا كده بعترف بالخطا وبعتذر عنه. وزي ما عودناكم دايما لوحتنا مصنوعه من البانر التقيل هيعيش معانا فتره طويله داخل حضانه، وسهل ان انا نقلها في اكتر من فصل داخل الحضانه الواحده، وكمان سهل اعليها واوطيها بكل سهوله، وليها مكان اقدر اعلقها منه داخل الفصل امام اطفالنا الحلوين، وكمان ليها مقاسين 50 في 70 مقاس صغير و100 في 70 مقاس كبير. عشان نساعدك تبقي معلمه رياضه اطفال متميزه وتقدمي خدمه تعليميه ممتازه، عملنا له قائمه تشغيل خاصه بمنتجات الطفل العبقري بتحتوي على كل منتجاتنا. والحصول على منتجات الطفل العبقري ممكن التواصل معنا على الارقام الموجوده اسفل الشاشه وان كانت السوشيال ميديا. استنونا في حلقه جديده ومنتج جديد وابداع جديد من ابداعات الطفل العبقري. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع الطفل العبقري هدفنا جيل واعي وشعارنا خير البناء بناء الأبناء.